اليوم أنا وياكم بدنا نشرب حليب. هذا كيس 4 لتر حليب. جوا هذا 4 لتر حليب في 1 2 3، نحطه جوا جرة الحليب، بنقصه، بنصب، بسم الله بنشرب. طبعا معظمكم بيحكي شو اللي بيصير هذا، شو عم بيحكي. يس، كياس الحليب هذول اللي انتو شايفينها اشي غريب بالنسبة لكتير ناس اللي جايين من الميدل ايست، اللي جايين حتى من امريكا، احكي لكم اللي جايين من غرب كندا ما بيعرفوا شو هذا. يس، الحليب في شرق كندا في مقاطعة انتاريو، كيبيك، نوفا سكوشيا، نيو برونزويك، موجود في كياس. الكيس هذا عبارة عن 4 لتر، جواه 3 كياس، كل واحد لتر و333 ملي لتر. عادة تشتري مرة واحدة بلاستيك جار زي هاي، وبتصير تحط كل مرة فيها، بتقص هاي زي ما انتو شفتوا. شو هالجنون؟ ليش هيك عنا؟ مزبوط، كل اللي بيجوا بيستغربوا هذا الشيء، وهذا موجود يمكن بس في كندا وبس في هاي المقاطعات. فعليا هذا الحكي بدأ من نهاية الستينيات، وبدأ هذا الشيء لأنه كان في تفكير للتحويل بين السيستم الأمريكي في القياس اللي هو الجالون، ويتحولوا إلى السيستم الإنجليزي اللي هو بالليتر. ففعليا لما تحولوا كان في صعوبة إنهم يغيروا كل السيستم تبعهم، فوجدوا هذه الطريقة وكانت ذكية جدا، لأنه تخزينها وتعليفها ونقلها سهل كتير، وعادة ما بصير فيها مشاكل. الآن في مقاطعة أنتاريو كان في قانون إلى 2018 إنك ممنوع تحط الحليب في أي كونتينر أكبر من 477 مللتر. تغير في 2018، عشان هيك راح تلاقوا الآن في الماركت في بوكسات موجودة من الحليب تنباع في كل مكان. طبعا الحليب بيجي عندنا في كندا أنواع، أو بيختلف نوع الدسم فيه. في سكيم ميلك اللي هو بدون دسم نهائيا، في 1%، وفي 2%، وفي 3 و52%. صراحة أنا أفتقر أو أشتاق للحليب كامل الدسم الموجود في بلادنا. للأسف صعب تلاقيه هون، موجود باودرز ممكن، بس الحليب العادي صعب تلاقيه. والمبستر برضه موجود بس قليل جدا، وسعره أغلى طبعا. هذا سعره بمتناول الأيادي بين 4.25 أعتقد للسكيمد والون والتو، وهذا 5.5 دولار تقريبا للأربعة لتر. الآن كندا تعتبر من البلدان المنتجة كثير للحليب، لأنه عندنا أبقار كثير، لكن في ريجوليشن على موضوع الحليب، والمزارعين ممنوع يسووا أو يحلبوا البقر بكميات أكبر، في لها ريجوليشنز، فعشان هيك هي محددة جدا. طبعا في مقاطعة كيبيك موضوع العلب والكياس كان بمتناول الجميع، لكن كان أكثر الناس بيحبوا موضوع الكياس، فعشان هيك تضلوا على نفس النظام. الحليب في مقاطعة كيبيك أغلى بتقريبا دولارين من مقاطعة أنتاريو. طبعا زي ما بتشوفوا إنه كل الناس بتشتري هذه الشغلة مرة واحدة من الدولار ستور، يمكن سعرها دولار ونص، دولارين ماكسيموم، 3 دولار يمكن إذا عليها رسمة أو إشي، وبيستخدموها طول العمر. هاي لها عندي حوالي 12 سنة. هذا الموضوع، يعني موضوع كياس الحليب، يمكن إشي غريب جدا. وصراحة حتى أصدقائنا الأمريكان لما يجوا عندنا ويفتحوا الثلاجة ويصيروا يدوروا على الحليب، ما بتوقعوا إنه موجود في كياس حليب. حبيت أورجيكم هاي الشغلة.
قد تضحك عليها، قد تبتسموا، قد تعتبروها جنون، قد تعتبروها غريبة، لكن بدك تشرب حليب فمجبر أخاك لا بطر. وصحتين، والله يعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل